وما زلنا أيضا نتحدث حول البيانات الاقتصادية الصينية لشهر أغسطس، وانضم لي في الاستوديو أزمي شالين من قسم التحليلات بسي جي تي إن العربية. مرحبا شالين، ما هي أبرز النقاط التي يعني أشارت إليها بيانات شهر أغسطس ومن ثم بيانات الأشهر الثمانية الأولى من العام؟ نعم، ظهرت بعض التغيرات الإيجابية لبيانات الاقتصادية كلية في الصين في شهر أغسطس، وتوجد لها 7 نقاط بارزة. أولا، انتعاش قطاع الصناعة، حيث سجلت قيمة المضافة لقطاع الصناعة زيادة في شهر أغسطس قدرها 6.3% بزيادة 0.3 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسن المؤشرات الأخرى المتعلقة بقطاع الصناعة مثل حجم توليد الكهرباء وحجم استهلاك الكهرباء وحجم شحن البضائع بالسكك الحديدية. ثانيا، انتعاش الاستثمار، حيث ازدادت استثمار للأصول الثابتة في شهر أغسطس بنسبة 8.2% بزيادة 4.3 نقطة مئوية على أساس شهري، يعني هذا ارتفاع ملحوظ. ومن بينها استثمار شعبي الذي يلفت أنظار الناس والذي كان سجل انخفاض ملحوظ في الماضي، ففي شهر أغسطس ازدادت استثمار شعبي بنسبة 2.3%، بينما كان هذا الرقم هو انخفاض، يعني عكس 1.2% في شهر يوليو الماضي. نقطة ثالثة هي انتعاش الاستهلاك، حيث ازدادت إجمالي مبيعات التجزئة في عموم الصين في أغسطس بنسبة 10.2% بزيادة 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري، وتساهم أكثر في ذلك مبيعات السيارات في الصين. نقطة رابعة هي وضع توظيف المستقر، حيث تم زيادة 1,130,000 فرصة عمل في أغسطس بعموم الصين، ويستقر نسبة البطالة في الصين عند حدود 5.1%، هذه نسبة يعني مستقرة في الصين. نقطة خامسة هي تنمية سريعة نسبيا للاقتصاد الجديد. من المعروف أن الاقتصاد الجديد ومحرك قوة المحرك الجديدة للاقتصاد الصيني هي بؤرة اهتمام للحكومة الصينية في السنوات الأخيرة. ففي 8 أشهر الأولى من العام الحالي ازدادت أعداد الشركات المسجلة حديثا في الصين بنسبة 28.9%، أيضا زيادة ملحوظة جدا. نقطة سادسة هي مواصلة التقدم لتعديل هيكل الاقتصادي في الصين، وكان مؤشر قطاع الخدمات في أغسطس أعلى من نسبة النمو للقيمة المضافة في قطاع الصناعة أكثر من نقطة مئوية. هذا يعني أن العلاقة بين القطاعات الأولى والثانية والثالثة تحسنت تواصل تحسنها. نقطة أخيرة هي تحسن ملحوظ لهيكل الطلب، فمن بين 3 أنواع الرئيسية للطلب وهي استهلاك واستثمار والتصدير الصافي، يواصل استهلاك توسعها، بينما تحسن الهيكل الداخلي لاستثمار واستهلاك أيضا. نعم. نعم، يعني من أبرز النقاط هي توصل الإصلاح الهيكلي وإحرازه لنجاح، ويعني وهو ما تسميه الصين الوضع الجديد وضع الذي تحاول جديد. أن تتأقلم معه. نعم، هذا ما هي أبرز تطلعات الصين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في ظل الوضع الجديد؟ نعم، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الصيني هذا التنمية القوية ويستمر زخم التنمية هذا حتى نهاية العام الحالي على الأقل، وبفضل هذا الزخم وبيانات الاقتصادية الجيدة في أغسطس من السهل أن يتجاوز سرعة نمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي الهدف الذي حددته الحكومة الصينية مسبقا، وهي 6.5% في العام الحالي. والجدير بذكر أن سرعة النمو للاقتصاد الصيني في فصلين أولين كلاهما بلغت 6.9%، يعني
تجاوز الهدف الحكومي ليس من أمر صعب. والآن أعربت العديد من المؤسسات الدولية تفاؤلها بآفاق اقتصاد الصيني، حيث رفعت صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي وجي بي مورغان الأمريكي ونومورا سيكوريتي اليابانية وستاندرد تشارترز بنك البريطاني وسيتي بنك الأمريكي، رفعت على التوالي رفعت توقعاتها لسرعة نمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي. بينما أصدرت شركة مودي الأمريكية بيانا رفعت فيها أيضا توقعاته لتنمية الاقتصاد، سرعة نمو الاقتصاد الصيني في العام الماضي من 6.6% إلى 6.8%، فنعتقد أن هذا رقم معقول أكثر. فبفضل تعمق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض واتخاذ سلسلة من الإجراءات للوقاية من مخاطر الاقتصادية، تعززت قوة المحركة لاقتصاد الصيني وانخفضت المخاطر الاقتصادية، ودخل مزيد من الموارد إلى الاقتصاد الحقيقي بدلا من الاقتصاد الافتراضي. وتحسن المستمر للوضع الأساسي يقدم توقعات مؤكدة وواضحة للمجتمع الدولي بآفاق اقتصاد الصيني. لذلك أشاد المجتمع الدولي ومؤسسات مالية دولية باقتصاد الصيني بشكل متكرر. نعم، أشكرك الزميل شلين من قسم التحليلات بسي جي تي إن العربية.